السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة تأسيس بدون تعقيد، وإن شاء الله فيديو جديد وحاجة جديدة كما يتعلم الغرب أو الأجانب بيعملوا إيه في مناهجهم. والنهاردة إن شاء الله هنشتغل ديسكفر. المنهج ده شغال بره وشغال هنا، إحنا قلنا التاني وتالت ورابع. المنهج المصري الجديد اللي منقول عندنا هو تجربة ومنهج دولي شغالين بيه بره، مع اختلاف الايه المواضيع. يعني ديسكفر واحد واللغه العربيه والانجليزيه والرياضيات وربطها ببعضها كلها منهج دولي، لكن اختلاف المواضيع، احنا بنحط المواضيع تناسبنا احنا. تمام، تعال نشوف ليفل 1 في الديسكفر اللي بياخدوه بره. طبعا احنا اخترت موضوع اللي هو المدرسه علشان الموضوع متشابه. تعال نشوف، هنسمع الفيديو ده وهنوقف واحدة واحدة ونشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. هو جايب هنا بيقول ايه سكولز. خد بالك انا دايما بقول ليه ما نشتغلش منهج ديسكفر في مصر عندنا بالذات، وما بشتغلش ما بشتغلوش مع حد. ليه؟ لان المنهج العربي، انا وانا بشرح عربي وبشرح انجليش وبشرح مواد تانية، بدخل الديسكفر فيه. الديسكفر ما هو الا مواقف يوميه، خبره بيكتسبها الطفل، اكتشف. تعال نشوف بس بيتكلم ازاي وهنشرح واحده واحده. طبعا المنهج ده او السلسله دي كويسه جدا في الاجازه، الطفل يعرف حاجات كتير جدا جدا يسمعها، بس مش محتاجه منه مجهود ولا اي حاجه. Schools by Richard Northcott, read by Laurel Lefko. Introduction. There are schools all around the world. ناخد بالنا بس من النطق، يعني انت ما تسمعش المعلومات وبس، انا هترجمها طبعا، هاخد فقره هترجمها، بس خد بالك من النطق عامل ازاي. طبعا ده النطق ممتاز جدا جدا، لو سمعت كتير جدا النطق ده ودنك هيتعود على النطق الكويس وهتبدا صح. There are big schools and little schools, new schools and old schools. طبعا بتقول لي هنا there are schools around the world، يوجد مدارس حوالين العالم. There are big schools and little schools. موجود عندي مدارس كبيرة ومدارس صغيرة. New schools ومدارس جديدة. And old schools ومدارس قديمة. Is your school big or little? Is your school new or old? This... طيب بيقول لك ايه، هل هنا مدرستك صغيرة أو كبيرة؟ وبعدين بيقول لك إيه؟ اكتشف بعد كده، أنت شوف مدرستك وعبر عنها، هتقول my school is big or my school is little، my school is old، my school is new. طبعًا إحنا قلنا ده المنهج الدولي. Discover. Discover زي ما إحنا بنقول. Discover. Now read and discover more about schools. هيعرفنا كتير حاجات تانية عن المدارس. Chapter 1. Let's go to school. All around the world, students go to school. Some students walk to school, and some go by bus or by train. Some students go by bicycle, and some go by car. تمام، هنا بيقول لي all around the world students go to school، حول العالم الناس كلها او الاطفال كلها او الطلاب كلها بتروح مدرسه، ده شيء طبيعي. Some students walk to school، بعض منهم بيروحوا المدرسه مشي. And وده هتاخدوه ان شاء الله في السنه الرابعه، ان في دول معينه او مدن معينه بره في دول بره ما بتسمحش للطلاب او ولياء الامور ان يروحوا المدارس بالعربيات عشان يحافظوا على صحتهم، عشان التلوث يمنعوا التلوث، زي مثلا كوبنهاجن في الدنمارك، هتاخدوها سنه رابعه ان شاء الله. Some students walk to school، بعضهم بيروح مشي. And some go by bus، وبعضهم بيروح بالاتوبيس. Or by train، او بالقطار. Some students go by bicycle، والناس بتروح بالايه؟ بالدراجات. And some go by car، والناس بتروح بالعربيه الايه؟ الخاصه. نكمل. These students are in the USA. They go to school by bus. طبعا في امريكا بروح بالاتوبيس. In the snow in Canada, some students go to school by sled. In India, some students go to school by rickshaw.
How do you go to school? بيقول لي in the snow in Canada في التلج في كندا some students go to school by sled. السلد بتاع الهند شايفينها قدامك دي عامله زي الموتوسيكل دي. In India في الهند some students go to school by rickshaw. rickshaw اللي هي بتاع اللي تحت دي اللي هي العجله وراها فيها يعني صندوق ورا والاطفال بيركبوا فيها. تمام؟ وبعدين بيسالك انت بيقول لي how do you go to school؟ بتروح ازاي؟ ممكن هتقول I go to school by car by bus on feet على قدمي or by bicycle. نكمل. طبعا ده تدريبات عليها. عايز توقف عايز توقف الفيديو building. عايز توقف الفيديو وتقرا المحادثه ده تاني هتنمي مهاره القراءه عندك. تاني حاجه بيقول لي بقى البيلدينج المباني المدرسيه. احنا عرفنا الاطفال بيروحوا ازاي، تعال نشوف المباني عامله ازاي في مختلف العالم. Let's look at school buildings around the world. This school is in Australia. It's in the countryside. It's a little school, but many schools in Australia are big. تمام، قولي let's look at school buildings around the world. تعال نشوف المباني عاملة ازاي حوالين العالم. This school is in Australia. Australia. في استراليا. It's in the countryside. كلمة countryside يعني في الريف، موجودة في الريف. It's a little school. مدرسة صغيرة. But لكن many schools in Australia are big. لكن الأغلبية فيها يعني كبيرة، بس هم اختاروا النموذج صغير. نكمل. تعال نشوف in South Korea. خد بالك كوريا اسمها كده كوريا مش كوريا. اسمع نطق كويس منها. Here's a big school in a city. طيب هي ما قالتش الاسم فوق اهي في الحتة الزرقاء دي مكتوب عليها in South Korea. ما اسمهاش ساوث كوريا، ساوث كوريا وهتسمعها دلوقتي في القطعة. Many students go to this school. It has a big school playground. This school is in South Korea. تمام، بيقول لي here's a big school in a city. دي مدرسة كبيرة الصورة اللي فوق دي في المدينة. Many students go to this school. عدد من الأطفال من الطلاب بيروح المدرسة دي. It has إنها لديها a big school playground. عندها ملعب كبير جدا، أنت شايف كده عندها فناء كبير. This school in South Korea. في جنوب في شمال كوريا أو كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية عفوا. For these students in Nepal, the countryside is their school. بيقول لي حتة اسمها نيبال، طبعا دولة فقيرة. بيقول لي زي ما أنت شايف كده الريف ده هو مدرستهم، السبورة أهي وقاعدين في الشارع واي حد بيعلمهم. ده دول فقيره جدا جدا ما عندهاش تعليم زي ما انت شايف. نكمل. Write true or false. ممكن توقف الفيديو تحل المسائل دي. Chapter 3 at school. في المدرسه الفصل الثالث. These students are at school. They meet their friends. They talk and they are happy. Listen, that's the bell. Let's go to the classroom. طيب هنا بقول لي these students are at school. الأطفال دي أو الطلاب دي في المدرسة. They meet their friends. هم بيقابلوا أصحابهم. They talk and they are happy. بيتكلموا معاهم وسعداء جدا. Listen, استمع. That's the bell. ده الجرس. Let's go to the classroom. يلا نروح لإيه؟ الفصل. نكمل الناحية التانية. بقول لي a teacher and her students. المدرس أو المعلم أو المعلمة وطلابها. The students stand in the hallway by the door. The teacher says, "Hello, everyone." These students have books and notebooks. Can you see them? No, you can't. They are in their bags. تمام، بيقول لي هنا the students stand in the hallway by the door. يعني ايه؟ يعني الطلاب واقفين في الطرقة جنب الباب. كلمة باي هنا معناها مش معناها بوسط، معناها جنب. The teacher says المدرس قال hello مرحبا everyone لأي حد فيهم. These students have books and notebooks. الطلاب دي معاها كراسات وكتب. Can you see them؟ أنت تقدر تشوفهم؟ No you can't. They are in their bags. مش عارف شلون طبعا ليه لأنهم جوه الشنطة أنت مش شايفهم. Discover. One school in China is in a cave. مدرسة في الصين هنا في الكهف زي ما انت شايف تحت كده.
برضو وقف الصورة وحل أسئلة وشوف وارجع تاني. هنا بقول يرتب الكلمات. Chapter 4 In class. في الفصل. In the classroom, the teacher says, "Sit down, please. Open your English books. It's an English class. The teacher has a picture. She says, What's this? One student says, It's a giraffe. طيب زي ما انت شايف any class يعني في الفصل. In a classroom في حجرة الدراسة the teacher says المدرسة قالت sit down please اجلسوا لو سمحتم open your English box افتحوا كتب الانجليش it's an English class. طيب هنا كلمة class فوق قال لك في الفصل. طب كلمة an English class معناها ايه؟ معناها حصة الانجليش، لان كلمة class لها معنيين، معناها فصل ومعناها بتيجي مع المادة بتبقى معناها حصة الانجليش، حصة العربي Arabic class English class Art class حصة الرسم. The teacher has a picture. المدرسة لديها صورة. She says هي قالت What's this? إيه ده؟ One student says بعض الطلاب أو واحد منهم قال It's a giraffe. دي إيه؟ دي زرافة. يا ظريف. Discover. Put up your hand when you want to speak in class. طيب هنا بيديني طبعا ارشادات بيقول لي put up your hand when you want to speak. لما تكون محتاج تتكلم في الفصل لازم ترفع ايدك الاول وما تتكلمش الا لما التيتشر ياذن ليك. ده طبعا الانستراكشن داخل الايه الفصل. In some classes students have computers. Do you have computers in your classroom? In physical education classes, students run, jump, and play. These girls play basketball in their physical education classes. طيب هنا بيقول in some classes في بعض الفصول students have computers. الطلاب لديهم كمبيوتر. Do you have computers in your classroom? عندكم computers في الفصل بتاعكم؟ جاوب انت بقى. طبعا لو خد بالك من المنهج ده هتلاقيه عندك في اللغه الانجليزيه في الصف الثالث الابتدائي لما خدنا التعليم في مستوى العالم. الولد المصري اسمه وليد والصيني تشانج مين والفرنسي والامريكي كل واحد كان بيقول التعليم عندهم عامل ازاي. عشان ما تقولش بس المنهج بتاعنا عقيم، المنهج دولي يا جماعه ورجاء استفيدوا منه كويس جدا جدا. طيب قول لي in physical education classes. كلمه physical education معناها حصة التربية البدنية، حصة الألعاب يعني. Students run، الطلاب بيجروا، jump، يقفزوا، and play. We use the comma when we write the list. These girls، هؤلاء البنات، play basketball in their physical education classes. البنات دي بتلعب كرة سلة في حصة الإيه؟ التربية البدنية بتاعتهم، اللي هي البي إي، اختصار بتاعها. طبعا دي تدريبات. وقف وشوف القطعة اللي ورا وارجع تاني الفيديو وحلها. سلي نفسك. Chapter 5 Lunch time. طيب احنا خدنا في سنة ثالثة، خد بالك عشان بس دي تجربة دولية، ان الدرس بتاع الولد المصري والامريكي والصيني والفرنسي كل واحد منهم هم وصف التكنولوجيا ووصف الفطار بتاعهم ووصف الديوم الدراسي. كلهم التلاتة الفرنسي والصيني والامريكي قالوا بناخد وجبة الغداء في المدرسة، لكن المصري قال باخدها في البيت، وده متعارف عليه هناك في اوروبا. الدول المتقدمه هناك، مش متقدمه، اوروبا كلها بتاخد الطفل من الساعه 8 بتروحه الساعه 6 المغرب. بيفطر هناك، بيتغدى هناك، واكل صحي زي ما انت شايف على اعلى مستوى، يعني في كل العناصر الغذائيه، ما بتسيبوش للبيت ان هو يخبط، لان هم عارفين دول امل المستقبل. ما تستعجبش وتستغرب، فعلا في مطبخ هناك، وكمان بياخدوا نص ساعه او ساعه نوم في نص اليوم الدراسي ويرجعوا يكملوا تاني، اللي هي قيلوله. بياخدوا الطفل هناك من ألف للياء، غير طبعا عندنا. At lunchtime, these students go to the cafeteria. The lunch lady gives them food. She puts their food on a plate. The students put their plate on a tray and say, "Thank you." طيب
at lunch time ده حان وقت بقى الغداء. These students go to the cafeteria. بروح الكافيتيريا. The lunch lady gives them food. الست أو السيدة بتاعت اللي هي مسؤولة عن الأكل تديهم الطعام. She puts their food on a plate. بحط أكلهم في طبق. The students put their plates on a tray and says thank you. بياخدوه منها ويقول لها إيه؟ ويقول لها شكرا أو بيحطوا الطبق بتاعهم على المكان قدامها ده لما تملاه. بعد كده بتاخدوه منهم وتقول ياخدوه منها ويقول لها إيه؟ شكرا. كمل. The students sit down and eat. They talk to their friends. How are you? What's your favorite soccer team? Do you have a computer? طيب قولي بعد كده the students sit down and eat. بيقعدوا على الترابيزات وياكلوا. They talk to their friends. بيتحدثوا إلى أصحابهم. وطبعا هقول لكم هنا على حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هنا بنقول لاطفالنا ما تتكلمش انت على الاكل حرام ما تتكلمش. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تحدثوا على طعامكم ولو في اسلحتكم. يعني لو ما لقيتش كلام تقوله وقت الاكل تتكلم في الاسلحه. ده معناه ان انت اصلا تخترع اي موضوع. ليه الرسول قال كده؟ لان المعده بتشتغل والكلام ده مهم جدا جدا ليها وقت الاكل. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحدثوا على طعامكم ولو في اسلحتكم. معناها ان انت مش هتتكلم في السلاح. انت عمرك ما هتتكلم في السلاح والامور دي. بس ده بيبين لنا ان احنا لازم نتكلم وقت الاكل. بس نتكلم كلام كويس. مش نقول بقى نهيص ونهزر ونحترم الاكل ونتكلم في مواضيع مهمه. زي الولد كده قال له ايه؟ What's your favorite soccer team؟ ما هو فريق كره القدم المميز ليك؟ Do you have a computer؟ انت عندك كمبيوتر في البيت؟ نكمل. Discover. One school in Cambodia is a boat. The cafeteria is a boat too. هنا بقولي تحت one school in Cambodia is a boat. خد بالك بقولي بعض المدارس في البلد كمبوديا دي فقيرة جدا زي ما انت شايف كده مركب في البحر او في النهر والكافيتيريا كمان في النهر. مش عندهم امكانيات. نكمل. وقف الفيديو وحل ده لو انت عايز تحل. Chapter 6 Uniform. ازاي مدرسة؟ These students in China wear a uniform. The girls wear red pants and the boys wear black pants. Everyone wears a white shirt and a red tie. Students don't wear a uniform in every school in China. طيب هنا بيقول لي these students in China الطلاب ديت في الصين wear a uniform لابسين زي موحد. The girls wear red pants البنات لابسين بنطلون احمر او بناطيل حمراء بنطلون احمر. And the boys wear black pants والاولاد لابسين بناطيل سود. Everyone wears a white shirt and a red tie. اي حد او كل واحد لابس قميص ابيض ده موحد للولاد وبنات ولابسين كرافات او رابطة عنق حمراء. Students don't wear a uniform in every school in China. الطلاب مش بيلبسوا زي موحد في كل مش كل المدارس ملتزمه بده. طبعا الفكره جايه منين اليونيفورم يا جماعه؟ ان الناس الفكره ديت فكره من زمان. علشان ايه؟ علشان الفقير والغني كله يروح بزي موحد. لو سابوا الموضوع مفتوح الغني هيغير كل يوم طقم لكن الفقير هيروح بطقم واحد فهيتعرف الغني من الفقير. فالزي الموحد مش هيعرفنا مين الغني ومين الفقير. تمام. لكن كله هيروح بنفس الطقم حتى لو غير اكثر من طقم في نفس اليونيفورم برضو متداري شويه عن اللبس العادي. تعال نشوف ان برو بيحصل ايه. These students in Peru wear a uniform too. Everyone wears a purple sweater and a white shirt. The girls wear a gray skirt and the boys wear gray pants. Students don't wear a uniform in every school in Peru. طيب تعال نشوف بيرو او البيرو اللي هي في امريكا الجنوبيه امريكا الشماليه بيعملوا ايه. The students in Peru wear a uniform too. بيلبسوا برضه زي ما واحد ايضا. Everyone wears a purple sweater. بيلبسوا
احنا قال بلوفر هنا بنفسجي and white shirt وقميص ابيض. The girls wear a gray shirt skirt. البنات بيلبسوا جيبه رصاصي. And the boys wear gray pants والاولاد بيلبسوا بناطيل رصاصي. Students don't wear a uniform in every school in Peru. مش كل المدارس بتلبس يونيفورم واحد. Do you wear a uniform? انت بتلبس يونيفورم؟ انت بتلبس يونيفورم؟ Do you wear a uniform? Discover. These students in Japan wear a hard hat. Their school is near a volcano. Oh my god, بقول الطلاب اللي تحت دول لابسين طاقيات او طواقي صعبه او قاسيه جدا جامده يعني. ليه؟ Because their school is near a volcano. لانهم مدرستهم جنب البراكين، ممكن لا قدر الله في اي لحظه يحصل بركان ويجي عندهم، فهم بيحموا نفسهم من البركان. لا اله الا الله. Chapter 7 Free Time. Students have free time in the day. They run in the school playground or they talk to their friends. Some students play soccer or basketball. These boys and girls play soccer in their free time. طيب free time يعني وقت الفراغ، بيعملوا ايه بقى؟ تعال نشوف. The student have free time in the day. الطلاب لديها وقت فراغ في اليوم اكيد. They run in the school playground. بيجروا في ملعب المدرسه. Or they talk to their friends. او بيتكلموا لاصحابهم. Some students play soccer or basketball. بعضهم بيلعب كره قدم او basketball. These boys and girls play soccer in their free time. دول بيلعبوا كوره في الوقت الفراغ بتاعهم. تعال نكمل. Students have free time after school too. In some schools, there's a garden. There are flowers and vegetables in the garden. Students help in the garden after school. In some schools, there's a band. Students play in the band after school. طيب بقول students have free time after school، بقول لي الطلاب لديهم وقت فراغ بعد المدرسة. Two أيضا. In some schools في بعض المدارس there are garden، موجود a garden حديقة. There are flowers and vegetables in the garden، موجود زهور وخضروات في الحديقة. Students help in the garden after school، بيساعدوا النباتات دي يعني، بيسقوها ميه، بينظفوا اللي حواليها، بيعتنوا بيها. In some schools في بعض المدارس there is a band. Students play in the band after school. موجود فرق بقى، فرقه موسيقيه زي ما انت شايف كده، فرقه بقى اي نوع من الفرق، فهم بيلعبوا في الفرق ديت بعد المدرسه. دي الاسئله اللي عليها. Chapter 8 School Trips. Students like school trips. On these days, students don't go to school. They go with their teacher to a zoo or a museum. The zoo is a favorite school trip for many students. They can see animals and learn about them. These students can see an otter. طيب هنا بيقول لي school trip، الرحلات المدرسية مالها بقى؟ بيقول لي student like school trips. طبعا مفيش حد ما بيحبش، بيقول لي الطلاب بيحبوا الرحلات المدرسية. طيب on these days في هذه الأيام students don't go to school. They go with their teacher to a zoo or a museum. في هذه الأيام الطلاب ما بيروحوش المدرسة، لكن بيطلعوا في رحلة مع مدرسينهم، يا إما في حديقة الحيوان أو في المتحف. The zoo is a favorite school trip for many students.
افضل حاجه للطلاب ان هم يروحوا حديقه الايه؟ الحيوان. طيب the zoo قلنا they can see animals and learn about them، هم يستطيعوا ان يشوفوا الحيوانات ويتعلموا كتير عنهم، حد يشرح لهم يعني. The student can see an otter، يعني انا اوتر ده اسم ثعلب الماء او حيوان الماء ده اللي هو اللي قدامكم ده بيحبوا يشوفوه. نكمل. Museums are a good school trip too. These students are in a great museum. The museum has a dinosaur skeleton. Students go on great school trips and they learn many new things. They learn many new things with their teachers at school too. Thank you, teachers. طيب هنا بيقول لي ميوزيوم، قال ده ميوزيوم. هنا الناحيه دي على الشمال بيروحوا لحديقه الحيوان او الحياه المائيه، الناحيه دي بيروحوا لايه؟ المتاحف. A museums are good school trip. المتاحف برضو رحله مدرسيه جميله. تو ايضا these students are in a great museum. الاولاد دول او الطلاب دي في متحف عظيم. The museum has a dinosaur skeleton. كلمه skeleton معناها هيكل عظمي. هم دلوقتي شايفين الهيكل العظمي بتاع الديناصور. Student go on great school trip and they learn many new things. بيروحوا الرحله العظيمه دي ويتعلموا حاجات كتيرة جدا جدا. They learn many new things with their teachers at school. بيتعلموا حاجات كتيرة مع مدرسينهم بس. تو ايضا. Thank you teacher. شكرا يا مدرسين. طبعا دي تدريبات ايه؟ عليها. طبعا انت لو مهتم بالسلسلة ديت او حابب تستفيد منها هتوقف الفيديو وابنك يقرا ويسمع نطقه كويس جدا جدا ويتعلم خط تحت الكلمات الجديدة عليك وتنطقها كويس جدا جدا، ده هينسح هيحسن النطق بتاعك. واشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات اخرى، وقولوا لي رايكم في الديسكفر بتاع الناس الاجانب، وهل ده موجود عندنا في مصر ولا مش موجود؟ تحس انها هي معلومات عامه. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.